يا راسي شو عم يجاني. اتشي اتشي خلودة دادي وينكم؟ هوب كيفل جورج دادي. كأني دادي سمعان صوت مامي عم تنادي لنا. عنجد؟ اي والله يا دادي عم تقول خلودة ودادي وينكم؟ لك وينكم؟ ليش ما عم تردوا علي؟ يا عمري يا كموتة، أنا مالي حسنان أدير بالي عليك، كثير تعبانة. روح شوف شو بدي أروح. روح بسرعة 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 خالي. يلا ماما جاييكي. أنا شو وينكم؟ بكون سهل تردوا علي؟ ماما شو القصة؟ ليش عم تنادي لنا؟ إن شاء الله ما في شي مامي قليلي. خلودة أنا مالي حسنان كثير تعبانة، روح ناديلي لدادي. طيب ماما لحظة وبناديلي لدادي. يا دادي وينك؟ دادي ماما بدها اياك. شوفي والله ما بعرف، قالت لي نادي لدادي. قوم نروح نشوف شو بها. شوفي منيح يلي اجيت، بعدين بدك واسطه لتجي؟ اه ما في شي، بس كتير تعبانه ومالي حسنانه، مرضانه كتير حاسه حالي. شو بدنا نعمل لك؟ شو نساوي لك؟ ما بدي شي منكم، بس ديروا بالكم على كوميتي وبشني. مامي بس دادي عنده شغل، كيف بده يقعد بالبيت ويساعدك؟ دادي لا إلك دوباره، انا كتير تعبانه ومالي حسنانه. انا بدير بالي عليه. خالد بدك تدير بالك. خالد لحالك، كموت صغير ما فيكم. خلص يلا هلا ابدا للشغل تبعي وبشوف بركي بقدر باخذ اجازه. ماشي اي والله الله يرضى عليكم، انا كتير طيب. تعبانه، خذوا كومي كتير عذبني، مالي حسنانه دير بالي عليه، خذوا. طيب يلا معناها ماشي هاتي. بتعرفوا الطعمو وتشربوه كل شيء مو؟ خالد اللي بيعلمني. برافو، خلوه يعلم دادي كيف يدير باله على كوميت. ايه انت بتشوفني كيف انا بدير بالي عليه. ايه ايه ماما ماشي. يلا الله معكم. خلي بنتي خليه معك هاد شوي، اعطي 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 دير باله خلوه. اوكي خليني انا احكي تليفون مع الشغل. ماشي يا بابا. ماشي دادي خذ راحتك، انا حامل اخي. الو مرحبا، اذا في مجال والله بدي اخذ اليوم اجازه، كثير كثير مضطر عليها انا اليوم. اوكي يسلموا يسلموا. اوكي بشوفكم بكره، باي 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 باي. خلودة اخذت اجازه ماشي. ايه هلا بدك تعلمني انت شلون بدنا ندير بالنا على على كوميت. ايه ايه لانه ماما هلا مرضانه وما بدنا نقرب عليها. ماشي ماشي الله يساعدنا على هالمهمه هاي المره. لا تاكل هم دادي، انا بعرف كيف ندير بالنا على كوميت. اكيد اكيد. اوكي يلا فيسبوك. ها دادي هلا تعال نحطه على جنب وننيمه ونكمل الفيلم تبعنا. هيك قلتها؟ يلا تعال نايمه، هيك هيك نايم هو. لك حطه هنيك خليه نايم. ماشي ماشي بوعد فيه. ها خليك نايم يا حبيبي. ايه يا عيني عليك وحياك وانت نايم. باي. والله يا دادي طلعت شغلة انه الواحد يدير باله على البيبيز شغلة كتير سهلة. بعرف ونايم لك ونايم، خلينا نحضر هالموفي هلا وبعدين لكل حادث حديث. ماشي ماشي يلا خليه نايم. دادي البيبي رجع يبكي، شو نعمل؟ اي علينا لسه هلا مريمنا، شو بدنا نساوي هلا؟ ما بعرف. قوم نشوف خلودة شو بدنا نساوي هلا؟ ماما شو بدها شو بتعمل بالعادة؟ عم يبكي. دادي تعال نسأل مامي شو نعمل. نروح نسألها لماما؟ يلا امشي. خير ان شاء الله، شوفي ان شاء الله ما في شيء. ماما البيبي كتير عم يبكي، شو بدنا نعمل انا ودادي؟ يا عمري كموتة بيكون بس جوعان، بس اعملوا له ببرانة حليب بيسكوت. طيب يلا شربوا حليب. ايه شربوا حليب يلا روحوا. طيب يلا دادي عطيه هاي لهاية لبين ما نعمل له ببرونة بيسكوت. والله فكرة حلوة يا ابو الخلق، بس ان شاء الله ياخذها هون لحنا هون هون. ايوه ايوه اخذها والله. خلص تفضل دادي الببرونة حضر له اياها. خلودة بتعرف شو بدنا نساوي هلا؟ قديش بدنا نحط هاي العيارات هي كلها لوين بدنا نحطها؟ دادي مامي بتعبيها 120 ملي، هيك شفتها عملت. اه لهون؟ مزبوط لهون. وكم معلقة بدي احط؟ 4 ملاعق دادي. طيب يلا تعال نجرب. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة. اوكي هلا شو بدنا نسوي؟ نسكر الهي. هلا حط مي دافية دادي. ماشي هاي مفتوحة ولا مسكرة؟ هاي مفتوحة. اوكي قديش لقديش لل 120 لسه هي. هاي هي
هلا وين؟ تا في مجال ناخذ هاي نملى اياها موخ علي؟ شلون بدي اكل مع هاي؟ هات لنشوف. دقيقة بس أول شيء هو. يلا. يلا كم تشرب؟ خالد ما عم ياخذ هاي، شو بدنا نسوي له؟ والله ما بعرف يا دادي، قربها هيك على تمه. والله للأسف يا دادي، شو بدنا نعمل؟ خلوده شو بدنا نسوي؟ ما عم ياخذها. دادي طول بالك عليه شوي. يلا هون ها، ليكا 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 ليكا، أنا هون أنا هون ها. دادي اجتني فكرة جهنمية. شو الفكرة ابو الخل؟ قلي شو بدنا نساوي. دادي عطيني دقيقة وراجع له. وين رايح؟ جاية دادي، ما بطول استناني. وين راح هلا خلودة؟ كميت وين راح؟ يا حبيبي شو بدنا نرضعه هلا ها؟ هون بتذكر حطيت صورة مامي آخر شي ليكا. الحمد لله لقيتها. تقبشيني يا ماما، شو بحبك. تعالي نورجي دادي الخطة. دادي دادي شوف هاي صورة مامي، هلأ بتحطها على وشك وبتعمل حالك مامي مشان يرضع معك. والله انك برافو، والله انك وحش خلودة. تعال جيب لي شي لزاقة خليني صبورها هيك على اساس يفكر مامي. خلودة شو ساوي فيها هلأ؟ حطها هيك هاي؟ ايه خلي بالكي بشوف. بالضبط دادي. وحزين شو دادي كمان، شايف هاي الببرونة؟ هلأ بتشق كنستك وبتحط الببرونة جواتها. ياي والله جبتها، بس عن جد بلكي بيسكوت معنا؟ تعال نجربها. خد دادي هاي المقص، هلا شق الكنزة وحط الببروني جواتها. هيك قولتك هيك؟ ايه شقي؟ ما كتير كمان. يلا دادي هلا حط الببروني. يلا نجرب. وينها هاي؟ والله زبطي. ياي خالة زابطة؟ زابطة. منيحة هاي؟ منيحة. هات هات هات، لزق لي بسرعة بسرعة، خلينا نخلص من القصة. هات يلا لزق. وقعت لك، وقعت الببرونة. يلا منيحة هاي، خليها هيك. يلا خلو داي. يلا دادي ثواني لأقطع اللزق. لورا ورا، لك شو عم تعمل؟ خلودة ناولني كوميت باني شاي. خلودة يلا بسرعة بسرعة. يا كوميتو يا عين عليك. يلا لشربوا يلا ها. يا كوميتو يا ابو كوميت. لك دادي شو عم تعمل؟ اللهاية بتمه لكوميت وانت عم بتحاول ترضعه. استنى لأملك ياها دادي. يلي لك ماني شايف ماني شايف. يلا كوميت يلا، انا ماما انا ماما. يلا كوميت يلا يلا يلا، وينه؟ انا ماما انا ماما. برافو برافو خالد، مشي الحال. هي واخيرا مشي الحال. شفت شلون دادي افكاري عطول بتنجح؟ والله برافو يا خالد، شو هالفكرة اللي لك؟ والله انك وحش، برافو عليك. دادي شكله شبع. اخيرا خلو دي خود 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 يا بابا، خود خود. اوه شو ها؟ قولي خل شو ها يا حبيبي، هي شلون نرجعها هلا؟ دادي حاول تدشي قبل ما تنيمه ايه مشان ما يستفرغ. يلا خالصين، شو رأيها؟ يلا خلودي شغل شغل الفيلم، خلينا نرجع نتفرج انا وياك عليه. ايه نام كوميت. يلا 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 اكل ونام، خلاص خلصنا. ان شاء الله يا رب يسحب نومي لبكرة ان شاء الله. هلا شغل شغل يا معلم. يا حبيبي يي علينا، شو بده هلا؟ قوم قوم نشوف. وقف 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 الفيديو هذا. يا الله انصرع راسي، خلص بيبي كوميت هوس. يا حبيبي خالد شو بنسكته هلا؟ ما بعرف. تعال نسأل ماما؟ ايه يلا مش نسأل ماما. يلا يلا يا الله. لك شوفي كمان، ليش اجيتوا ورجعتوا؟ يا حصرتي على هالولد، ما عم تعرفوا تديروا بالكم عليه؟ عم يبكي ما عم يسكت، شو بدنا نساوي؟ طيب عطيتوه حليب مثل ما قلت لكم؟ ايه ماما عطيناه ببرونة كبيرة ملانة حليب. بتعرفوا شو معناها ممغوص يا عمري انا؟ جيبوا زيت ودهنوا فيه بيقوم بيرتاح. ماشي؟ ماشي ماشي. يلا روحوا الله معكم. يلا خلود روح جيب لنا شوية زيت بليز، خلينا ندهن اخوك. يلا ان شاء الله يكونوا هالزيتات بيكفوا لكم ميت. يا عيني عليك وحش. خلوده وين بدنا ندهن له؟ دادي بتوقع بدنا ندهن وشه. هيك قولتك دادي؟ بس دير بالك تقرب على عيونه دادي. تعال نشوف، معقوله من هون عم يتوجع؟ يا تعال
اهلي. ها سكت سكت خالد سكت سكت سكت. معناها يا معلم هو هيك يمكن هي القصة. برافو عليك يا دادي. شايف شلون سكت؟ شوف خالد شايف؟ يلا خلوه دي سكت قوم لنحطه يلا تا 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 يا معلم يلا. واحد اثنين ثلاثة. دادي نام. يلا نام يلا قوم خلص شوي شوي يلا. لا رجعنا. شو صار معانا؟ شو بدك؟ دادي مالنا غير نرجع نسأل مامي الله يعينا. يلا نمشي ناخذ لها اياها كمان. يلا لا حول ولا قوة الا بالله. هلا هيك يلي بده يريحني لسه رايحين جايين رايحين جايين. خلوني اعرف نام شو في هالمرة؟ دهنتوا له زيت؟ دهنا له. طيب هاتوا هاتوا يا عمري لشوف شو قصته هاتوا. لك دهنين له زيت على وشه؟ لك كيف هيك بتعملوا فيه للولد؟ الله يهديكم. على وشه يا عمري؟ هيك بتعملوا فيه للولد؟ هنقوله عبطنا عبطنا ما بدي اعدي. انا كنت انا اشتغلت فيه بس هلا بينعدى مني حرام. روحوا دهنوا له عبطنا مشان يطيب على وشه لكان ما بنحط له بطنه هون هلا. ايه دادي هيك قالت ماما قالت ادهنوا بطنه. ايه برافو برافو الله شكرا يمكن موجوع من بطنه يا خالد. شو قلتها؟ خلص دادي انا بقول ان شاء الله ما بقى يبكي بعد ما دهنا له. هيك قلتي؟ ايه دادي هيك قلتي. هلا بتشوف بعينك كيف ما بقى يبكي. بليز سليب مشان الله نام مشان الله. If you wake up I'm gonna be really angry and tell mommy and she's gonna tell you off. لا لا خلص هلا هلا ما عاد يبكي ما عاد يبكي. هيك شكله هيك 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 الله انا هيك الله ما ارجيني. زيت ودهنا لك واكل وطعميناك ايش بدك اكثر من هيك؟ تركنا بحالنا بقى. يا اشتهيت اعطيه بوسه. يلا ابو الخل قوم نكمل الفيلم. يا حرق اخته ما كان يخلص الفيلم. سكت شايف شلون سكت؟ معلمين انا وياك معلمين. يا حبيبي مو مره ثانيه. خالد انت ماما بتضطي. خلوه ده بالله يروح له لماما. قلنا شو بدنا نساوي؟ يلا روح مامي. شو خلوه ده شو بدك؟ البيبي كتير عم يبكي يا الله يا ماما. ايوه بتعرف شو لازم تعمل خلوه ده؟ شو ماما قليلي؟ خلوه ده يروح قول لدادي يغير له حفوطه يمكن لانه عامل تحته شانك عم يبكي. اوكي ماشي؟ ماشي يلا روح الله معك. Daddy, mommy said we need to change his nappy. بدنا نغير الفوطة. Eh. What we do of this? يلا تعال نشوف شلون بدنا نغير له يا رب. بدك تسكت ولا ما بدك تسكت آخر شيء؟ بدك تسكت ولا لا؟ اسكت. بدك تسكت ولا ما بدك تسكت آخر شيء؟ خلوه يروح يجيب لنا شمعة. Daddy, here you go. تعال أنا اللي حرفعه خالد أنت حط لي إياها تحته يلا. يلا حط. عين عليك وحش. إيه؟ يا عيني عليك. داري نيتست نابي. إنها هاي وهاي؟ yeah. طب هاي من وين وشها من وين رجليها هاي؟ أنت بتعرف خالي؟ من هون. لك بعرف من هون. لك أنا أكيد مو من هون يعني. بس هاي من هون ولا من هون؟ ما بعرف. ماما بتعرف. ماما بتعرف؟ روح اسألنا يا. إلا هاي من هون ولا من هون؟ روح. شو خلوتي يا عمري ما عم تعرفوا تحطوا الفوطة؟ هات لشوف مامي is it this way or that way. خلو ده هي لفوق هدول لفوق وهي لتحت. اوكي اوكي يا روح قول لأبوك. شو خلو ده شو قالت له؟ هذا بفوق وهذا بتحت. هذا من فوق وهذا من تحت. يعني هي خليها هيك ها عي عي من عند الاصفر. طيب يلا اوكي. اولا شو عامل انت؟ لك ما تروح لونو؟ ما بدك تروح لونو؟ لك انت لحي لحي خالد لحي من فوق. احكي معه خالد احكي معه. ايوه ايوه يا عيني عليك برافو. برافو خالد. ايه سر
الريحة بتقتل. لك شو هاد؟ يا لطيف، شو بدنا نساوي يلا؟ يلا تعال 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 قلي أرجيني هي وينها؟ هي هي؟ هوبا أبو شخة، شو هالأبو شخة هذا؟ خلودة وأخيرا خلصنا من الهم الكبير. يلا هات لحتى نقيمه، هات يلا قوم 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 معي يلا بسم الله. خالي املي هاي المشمعة تبعك يلا حطها هاي جوا، خلص ما عدنا اياها. وها وهيلا هوب، شو هلا بدك تسكت ولا لا؟ شو ها؟ يا حرام، الله يعينها لمامي قديش بتتعب بحياتها يا دادي. ايه والله يا ابو الخل، مشان هيك بيقولوا الجنة تحت اقدام الامهات، مشان هيك لازم دائما تسمع كلام ماما، عرفت؟ دادي انا مو بس بسمع كلامها، انا كمان بساعدها لمامي كثير. ايه برافو عليك يا بابا، برافو. خلوده شو؟ صار نص ساعة كوميت ما بكي، قمنا نحطه عند ماما، خليها هي نايمة ونايمه جنبها، ماشي؟ ونروح ننام انا وياك بقى حاجة، اهلكنا. تعال يلا شوي شوي. العالم يا زلمة. دادي كنت حتفعسني. كموتة يا عمري، تصبح على خير. الله يرضى عليهم، داروا لي بالهم على اليوم.